بنحاول نعرف مشكلة انقطاع المياه عن حوالي 23 بيت في منطقة درب الحمارة بوسط المدينة، ومعانا محمد هلال هيحكي لنا عن المشكلة. اتفضل. والله احنا من شهر 3 يا بيه من حوالي قد ايه والميه مقطوعة؟ من شهر 3 وقعت على شهر 3 واحنا في شهر 12، يعني لكم 9 شهور. ايوه حوالي 9 شهور الميه مقطوعة تماما في الشارع خالص ده. ايوه وما عندناش صرف صحة برضه. ايوه في ايه الاجراءات اللي انتوا عملتوها؟ رحتوا توجهنا قدام الشكاوى في مجلس المدينة. جت رئيس المدينة وعلى الشحات من عنده غرباطنا بس مش ما يستحملونا. أيوة. دلوقت اللي ما تدينا مرة مش هتقدر تدينا التاني. 9 شهور. ايوه 9 شهور والمية ما عندناش. أيوة. حتى لو بالمطار وجبنا المطار من الاول كان ما يجي وما جابش غاز. حتى جبت كذا واحد في المطار قال المطار ما فيش حاجه يا ماما ده المية مسدده من بره. فبعدين احنا يعني قاعدين متألمين حتى كنا ما نملى من كان عنده غرباطنا ولا حاجه ولا نجي من بعيد ما فيش ما يعني وجه ان الواحد يشيل على راسه من بعيد ويجي. يعني اسحب جبت بس في اليوم على قد ما نشكر. ايوه واحنا برضه الحاج ما عملناش حاجه وبنانا ما انتوا اتكلمتوا معاه؟ ايوه اتكلمنا معاه وراحوا له راحوا اشتكوا نقوم الصبح بقى نخبط على سننا ونملى ميه ويما نبقى عايزين نتوضى مش هنلاقي ميه ونروح نملى برضه وبين والناس مش ما تستحملنا والصرف الصحي مش ما نلاقي ميه نكب. طيب لما ابعت مرض ولد تشهد له شغل عند حد وادري من ساعه ما جيت ما كنتش من مطرح. انا وليه كبيره شديده مرمح يجيب من بره من هنا ومن هنا. واحنا محلاتنا ضيقه وبيوتنا ضيقه وما حدش لا برمحه بره راضي يخلينا نكب ميه في الصرف الصحي. واحنا ناس هنا على لا وناس في غاره ما عندناش صرف صحي. ودينا 9 اشهر ما عندناش ميه في الشارع. القصية يا سعادة الرئيس ربنا يبارك فيك ويخليك. ما عندناش ميه ولا صرف صحي ولا ملاك ميه نتوضى ولا نشرب هنعمل ايه احنا حتى الوقت؟ ما نقدرش نستغنى عن الميه حتى يوم واحد. احنا ناس حيه واحنا ناس غلابه يعني ولا عندنا صرف صحي ولا غاز ولا اي حاجه داخل لنا البيت. روحي مع اللي بنعمل نزيل وقول خلصوا مصلحتكم انتوا خلصوا مصلحتكم انتوا يبقى كيف انت دلوقتي نحليها احنا ولا معناش حاجه؟ وانت تراجع علينا والولي عامل لما بتحتاجي ميه طيب بتعمل ايه؟ ما عندناش ميه ما عندناش ادنى 18 واحنا ما نمنا من الجامع والواد متخلف ولا تتخلف الواد عيان ده صحي ده مريض ده واقع على رجله مريض انا كمان مريض ورحنا اليوم نشيع العين 20 شقه كل ما نرجع خلصوا مصلحتكم بيتكم خلصوا مصلحتكم بيتكم عشتانين اما نشرب من الجيران يعايرونا. خش تعال يا ابو تعال خش يا ابو تعال عادلهم سنه ما تشربوا ميه تعال سنه صح يا ولد.